هذا يقول أريد الاعتكاف في العشر الأواخر، فما متى أبدأ في الاعتكاف؟ الليلة الواحد، إذا كنت تريد العشر الأواخر، إذا غربت الشمس من يوم 20، إذا غربت الشمس من يوم 20 تدخل الاعتكاف بعد غروب الشمس ليلة 21 إلى يوم العيد، تخرج لصلاة العيد. إذا صليت العيد تخرج من الاعتكاف.